مكفيين حديثنا معكم مشاهدينا ببرنامج دامسكو. رح نروح للفئة الكبيرة من الأطفال اللي بيكون ما عندهم القدرة الكافية على التعبير، ما بيمتلكوا هاي المهارة الكافية اللي بتخليهم يكونوا على قدر بالتواصل الاجتماعي، بفضلوا دائما يعملوا أنشطتهم لحالهم، يبقوا منطويين على نفسهم حتى بأيام المدرسة ومع رفقاتهم. صحيح شام، طبعا مشكلة الانطوائية عند الأطفال هي مشكلة إذا ما تم حلها بعمر صغير ممكن تسبب مشاكل أكبر على مع تقدم العمر شام، خاصة أنه ما عم يكون في اختلاط صحيح مع الآخرين وكان سبب الوحدة وأيضا المشاكل. طبعا كل هاي الأمور رح نحكي فيها لحل وكيفية التعامل مع الطفل الانطوائي، طبعا مع الأخصائية الاجتماعية رنا البدوي اللي صارت معنا داخل الاستوديو. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم أستاذة رنا. أستاذة رنا، اليوم إذا بدنا نعرف الانطواء بشكل عام كيف بنعرفه وكيف الفرق بينه وبين الخجل؟ هلا بالنسبة للانطواء بشكل عام، انه هو توجه الشخص نحو عالمه الداخلي بما يحمله من مشاعر وافكار وتجنب العالم الخارجي من اشياء واشخاص. هي التعريف العام للانطواء. هلا الانطوائية هي سمة من السمات الشخصية. يعني في عندنا شخصيات انطوائية مثل ما عندنا شخصيات انبساطية او اجتماعية. بالنسبة للطفل الانطوائي او الانطوائية عند الطفل، الطفل الانطوائي هو الطفل المنغلق على ذاته يلي ما بيمتلك المهارات الاجتماعية. تمام. فهو بحب انه يلعب لحاله، بحب مثلا انه يراقب الاطفال وهن عم يلعبوا، بس ما بحب انه يجي يشترك يعني باللعب، وبيبقى عنده حذر من المواقف الجديدة. يعني التخوف منه تقريبا. طيب انا اليوم كيف بدي فرق بين شخص معتزل، يعني هلا انا ما عم بحكي بس عن طفل، ممكن انطوائي تستمر لاعمار يعني متقدمه ايضا، يعني شاب او حدا بعمر الأربعين ممكن يكون عنده هاي الانطوائيه، كيف بدي اعرف انه هو شخص انطوائي ولا هو منعزل عن الناس لانه حاسس انه هي راحته؟ هلا بالنسبه للانطوائيه، عند الاطفال نحن بنميز فيها نمطين لانطوائية الطفل. أول شيء في عنا الانطواء المجبر أو الجبري، وهذا هو بيكون انطواء إيجابي. تشرحي لنا عنه لهذا. أيوة تمام. الانطواء الجبري هو اللي بيكون بفعل عوامل تأثير خارجي، عوامل خارجية. يعني مثلا الأهل اللي بيخافوا كتير على ابنهم فبيمنعوه من تكوين صداقات، من الاختلاط بالمحيط اللي حواليه خوفا عليه. هذا الطفل قادر أنه يطلع من هالانطوائية والاندماج بالمحيط مع الوقت. أما النوع الثاني هو انطواء سلبي، اللي هو الانطواء المقصود، فهذا بيكون هو نابع عن قرار ذاتي من الطفل نفسه، بالأخذ قرار خلص أنه يبتعد ويتجنب عن المحيط الخارجي، فهذا نقطة سلبية. بالنسبة مثل ما تفضلت حضرتك أنه بعمر متقدم، نحن إذا كان هو بس سمة شخصية فهو ما له آثار سلبية. يعني إحنا ما فينا نشخصه مرض. لا لا، عرض. هلا امتى ممكن انه يتشخص؟ حتى مو مرض، اضطراب. ممكن ان نشخصه كمشكله بالبدايه، بيكون مشكله اذا كان بلش ياخذ منحى. يعني هلا نحن الاشخاص الطبيعيين كلياتنا عندنا جانب انطوائي وعندنا جانب اجتماعي، ونحن في مد وجزر ما بين الجانبين. يعني احيانا بنكون كثير اجتماعيين بحياتنا العمليه، احيانا يعني الواحد بحب انه بس يرجع للبيت يكن شوي على حاله، يقعد بعزله شوي بس ليرجع يستعيد ترتيب افكاره، يستعيد طاقته، يشحن طاقته من اول وجديد. فنحن ما بين انطواء وانبساط بالحاله الطبيعيه. اما بس بلش منحى الانطواء ينزل، تحولت لمشكله نفسية. يعني صار مثلا الواحد لا بفضل انه يعني بفضل العزلة غير الانطواء. الانطواء يعني مثلا انا برتاح اني اكون لحالي بس ما عندي مشكلة انه اقعد مع حدا. اما العزلة يعني مثل كأنه واحد عم يخنقه للثاني وقت يلي يقعد ضمن مجموعة، هاي صار في عزلة، هون بلشت مشكلة. طول ما انا مشكلة فيني حلها، ولكن وقت اللي كمان ينزل المنحة أكثر، ينزل الخط البياني تبع الانطوائية أكثر، فهي حتى تتحول لاضطراب شخصية انطوائية. فهون صار في عنا أعراض تانية. يعني ممكن مثلا عند الطفل إذا كانت اضطرفت أكثر من هيك، يصير معنا مثلا مثل أعراض خوف، أعراض هلع. إذا كان مثلا اجتمع بأشخاص غرباء يصير عنده مثل نوبة غضب أو نوبة خوف، ممكن تبول لا إرادي، ممكن يصير في أعراض تانية. هون بقى فتنا بمنحى مرضي أو منحى اضطرابي قبل ما يصير منحى مرضي. تماما. إذا ما الأسباب؟ ليش تحديدا؟ ليش الطفل بتكون هيك شخصيته، بيكون انطوائي، ما بيحب يلعب مع حدا؟ يعني اليوم بنشوف مواقف كثير، في أمهات بنحطوا كثير بهالمواقف، في مجموعة من الأصدقاء مجتمعين هن وأولادهم وكل الأولاد عم يلعبوا مع بعض والأطفال، ولكن هو لا ما عم يلعب معهم. أنا
يعني أنا شو المفروض أعمل مع ابني بهاي اللحظة وبهاي المرحلة؟ وكيف أنا بدي أعرف إذا ابني مثلاً خجول، هو ما بيحب يلعب مع حدا مثلاً غريب، ولا لا هو انطوائي؟ هلا هو هذا السؤال احتمال صار ثلاث جوانب، ثلاث أسئلة ومتضمنين في سؤال واحد. هلا بنبدأ، خلينا نبدأ بالأسباب. بالبداية بالأسباب، أسباب الانطوائية، هو في عنا عاملين أساسيين اللي هو العامل الوراثي وعنا العامل البيئي. العامل الوراثي هو انه يكون احد الابوين او كلاهما عندهم انطوائيه او احد الاصول، يعني ممكن جد الست الاصول والفروع يعني. تمام. ممكن هي عامل وراثي ممكن انه ياثر. العامل البيئي بقى هون بلش يتشعب معنا، عندنا عامل البيئه، بيئه الجنين يعني داخل رحم الام، هي كمان لها تاثير. هي نقطه فينا نقول حركه الام. لا هلا في عندك بيئه الجنين، هلا بيعلم نفس الجنين بيقول لك من الاربع شهور بتبلش تكوين شخصيه الانسان يلي حياخذها طول عمره، من الاربع شهور حمل هو ببطن امه. فعندك بيئه الجنين الخاصه وبيئه الجنين الخارجيه المحيطه. بيئه الجنين الخاصه اللي هي بتتمثل بالام، بشخص الام. فالام اذا كانت حالتها الصحيه جيده، حالتها النفسيه جيده، متقبله للحمل، هي اهم شيء. صحيح على كلامك استاذه رنا انه هي بتتكون هي الحاله عم بتقولي بعد اربع شهور، فهي عن جد بتصير هي حاله السمع عند الطفل، فكتير مهم انه تتواصلي معه. طبعا طبعا، يعني حتى هو بيقولوا لك كمان بالاربع شهور ببلش يتلقى الرسائل النفسيه، يعني بحس بامه اذا كانت متقبلته ولا لا. يعني انا احد الاستشارات اللي اجت لعندي صبيه يعني عمرها 26 27 سنه، ولكن يعني في يعني شلون بدي اقول لك كره بينه وبين امه، يعني مو خلاف بينه وبين امه، والام عم تعرف شو السبب. اول سؤال سالتها يا انت وقت اللي حملتي فيها كنت متقبله الحمل ولا رافضتي؟ قالت لي لا كنت رافضته، ما كان بدها الحمل يصير، عم صار الحمل. فهي البيئه الداخليه للجنين. البيئه الخارجيه هي البيئه اللي قاعده فيها الام، هل هي بيئة مريحة نفسيا؟ هل هي في نظام صحي غذائي جيد؟ النظام الغذائي بيأثر على الصحة الجسدية وعلى الصحة النفسية للطفل. بنجي بقى للبيئة ما بعد الولادة، وقت اللي انولد الطفل البيئة بقى اللي بده يعيش فيها. إذا كان هو عايش ضمن بيئة انطوائية فهو أصلا رح يتأثر بالقدوين اللي هن الأم والأب ويطلع طبيعي انطوائي. بنلاقي العكس اوقات، بنلاقي العكس اوقات، بنلاقي عائلات انطوائيين والابن لا هو طبعاً خرج. في اسباب، هذا احد الاسباب لسه اللي حكينا. في اسباب ثانيه وهلا كثير منتشره اللي هي قبل كل شيء هي اهمال الطفل. اهمال الطفل من اي ناحيه؟ ممكن مثلا هلا انا رح ركز من ناحيه الطفل او المرحله الطفوله المبكره، هي على الام اكثر من الاب، كونه هي الملازمه للطفل، المفروض ملازمه للطفل بهذا العمر. ممكن الام تكون غائبه عنه جسديا لفترات طويله، يعني مثلا امراه عامله فبتترك ابنها لفترات طويله، ممكن مع حدا مثلا ست او مين ما كان، يعني ما في تواصل بينها وبينه، اما حاطته بغرفته لحاله مع العابه، او هلا الموضه الدارجه انك تعطيه الموبايل ولا التاب ويبقى عايش بعالم افتراضي لحاله. هي النقطه كثير بدنا نحكي عنها، يعني أيوة. اليوم في ادمان شرس عم يواجه الطفل. طبعا اليوم انه الاهل ما فيهم، يعني بدهم يسكتوه باي حاجه، فبيعطوه الموبايل وبيعطوه او الغياب المعنوي للام، انه هي جسدا قاعده قدامه ولكن التاب بايدها وقاعده هي بس عم تلحق كومنتات واعجابات وهي وما لها فاضيه له بالمره، فبيحكي بيحكي بيحكي معها، ما في اي تواصل نهائيا. كمان الشغله الثانيه انه هو الولد، يعني هي من ناحيه الام انه هي عندها ادمان على الانترنت، او من ناحيه الطفل انك تعطيها التاب وتخليه بس المهم اسكت وخلصني من نقاك. يعني بالنسبه للشق الثاني اللي سالت عليه، هو تحديدا وقت يكون في جمعه بين امهات واطفال، بنلاقي طفل قاعد لحاله، انا شو المفروض اعمل مع ابني بهي اللحظه وبهي الثانيه؟ هل المفروض انا اضغط عليه اقول له لا تعال العب معاه هون، ماما شاركهم، ماما ازراف حبابين، شو المفروض انا اعمل بهاللحظه ولا لا انا اتركه على راحته؟ هلا هو المفروض انا احترم مشاعره هو كانسان، واحترم شخصيته هو كانسان. يعني ما بده مثلا يفوت يختلط فيهم ولا يقعد معهم ولا حتى يسلم على الضيوف اصلا اللي اجوني. هلا في من النقاط السلبيه اللي بيتصرفوها الاهل وهن مفكرين انه هالشيء هذا صحيح وبيخلوا الولد خجلا انه يفوت يسلم على الضيوف، وهذا اكبر غلط. اني مثلا قدام الضيف اللي قاعد نادي له لابني انه ماما تعال سلم على عمه مثلا، هو ما بده يفوت يا بشو ما عليك ما بدك تسلم عليه هيك على طول، مما اجانا ما بيسلم عليه. فانا بركز على نقطه الانطوائيه عنده على امل انه هو خجلا يفوت يسلم عليه. والحق الضيوف احيانا بيجوا الضيوف احيانا في اشخاص فضوليين عن جد. هلا هو بالعكس هالشيء هذا حيعمل عنده رده فعل عكس
نفسية. خليك كل ماله عم ينطوي على حاله أكثر، لأنه إذا بده يطلع فهو حيقعد بمجتمع عم يتمسخر عليه وعم يضحك عليه. طيب أستاذ رنا، اليوم بدنا منك نصائح لكيفية التعامل اليوم مع هي الحالة بشكل عام. يعني هلا بشكل عام الطفل بنبدا، هلا في عندنا من ناحيه البيت وفي عندنا من ناحيه المدرسه وقت اللي يكون صار بعمر المدرسه. تمام. بالنسبه لناحيه البيت، قبل كل شيء مثل ما قلنا انه احترمه، احترم مشاعره، قبل كل شيء، قبل ما اعمل اي شيء لازم انا وقت اللي لقيت هالاعراض على ابني، في اعراض طبعا لحتى اعرف انه هل هو انطوائي، لانه بيخلطوا بين الانطواء والتوحد، فهل ابني عنده انطوائيه، انا اخذ فكره، اقرا، اتثقف، اعرف انه شو هي الشخصيه الانطوائية، كيف شو يعني شو سلبياتها شو ايجابياتها، كيف التعامل معها. بس عرفته انا فصرت اعرف كيف اتعامل معه. ثاني شيء اني ما اضغط عليه، ما احطه بمواقف محرجه. مثلا اذا كان بدي يروح لارني وبعرف انه ما اخذه على جمعات او تجمعات يعني اجتماعيه، فيها نشاطات اجتماعيه قصرا او استدراجا، يعني اضحك عليه مثلا انا اخذته لبيت جده على اساس بس سته وجده اللي هنيك، واذا بيتفاجئ انه والله لعمين العيله وعائله العيله وفي مدينه ملاهي ببيت جده، يعني يعني هالشيء هذا بالعكس رح يسبب عنده رده فعل عكسيه، انا ما حاصل لي اللي بدي اياه، فحزيد الطين بله. تماما. استاذه رنا، في دراسه جدا مهمه اكدت انه الاشخاص الاطفال تحديدا الانطوائيين هن عندهم ميل للاستقلاليه، للتفكير. المفروض الاهل ما يضغطوا عليهم بشكل مستمر، شو رايك بهذا الموضوع؟ صحيح صحيح، دراسة صحيحة، لأنه الشخص الانطوائي، الطفل الانطوائي أصلاً هو عنده تفكير معمق، فهو ما بيسأل، هو من صفاته أحد سماته هي قلة الكلام، ولكن بنفس الوقت عنده كثرة الأسئلة، ولكن أسئلة معمقة جداً، يعني ما بيسأل أسئلة سطحية، هو بيسأل أسئلة صميمية، يعني بده يعرف حقيقة الأشياء، هي ليش هيك صارت، هي منشان هي، كيف تشتغل، هي كيف بتصير، ليش صارت، يعني كيف ولماذا، هي على طول عم يدور بين هالمحورين، كيف ولماذا، مو أسئلة سطحية بيسأل. ولذلك هو وقت اللي عنده هالتفكير المعمق هذا فهو يعني بيدل على الإبداع وعلى الذكاء، وغالبا الأشخاص الانطوائيين هن الأشخاص مبدعين، لأنه حتى الطفل بتلاقي هلا في منحة إيجابي وفي منحة سلبي لهالشغلة. المنحة الإيجابي إنه هو وقت اللي عم يفكر بشغلة فهو حاطط كل تركيزه وكل تفكيره فيها. الشيء الإيجابي إنه عندهم قدرة على الإبداع. أيوة. والشيء السلبي أيضا إنه ممكن يكون عندهم عدم اختلاط وحالة اجتماعية. غير عدم الاختلاط والحالة الاجتماعية، إنه هو الشخص الانطوائي أصلا أو الطفل الانطوائي إذا كان سمع شيء كلمة وتأثر فيها كلمة سلبية، فبيضل على طول عم تضل تدور بباله ويفكر فيها ويحللها ويفلسفها، وهي فبيعيش بعدين حالة من الحزن والكآبة، هو ما عنده القدرة أصلاً لا على التعبير. تمام. بدنا نشكرك جزيل الشكر الأخصائية الاجتماعية رنا البدوي. طبعاً تفاوتنا الوقت، يعني راح الوقت والموضوع متشعب وبده يعني حديث كثير، هو موضوع حقيقة بده أكثر من هيك. شكراً كثير لك. شكرك كثير أستاذة رنا.